تنفخ في مادات الموزة. دونك تبعي جليل الشو زي ما احنا شايفين يعني في سيارات الاسعاف مشاهدينا متابعي المصريين في كل مكان، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن أمام محطتكم انتشال يعني بعض الجسامين من العقار المنهار بمنطقة مصر الجديدة بمنطقة النزهة بالتحديد من أرض الجولف. أمام حضراتكم الآن عربيات الإسعاف موجودة ورجال الإسعاف ورجال الحماية المدنية الآن داخل يعني العقار بيحضروا، وطبعا يعني بالساحات الأولية شغالة، وطبعا يعني رجال الحماية المدنية ورجال الإسعاف ورجال الأمن على قدم وساق من أكتر من 5 ساعات. يعني طبعا زي ما حضراتكم شايفين أمامكم عربة الإسعاف في انتظار خروج الجسامين بعد يعني الساحات الأولية بعد انتشالهم من داخل العقار المنهار بمنطقة مدينة مصر. طبعا حضراتكم العقار هو بالتحديد في منطقة أرض الجولف التابعة لمنطقة النزهة بمدينة مصر وبمصر الجديدة. طبعا حضراتكم يعني هنحكي لكم يعني تفاصيل الحادث باختصار. الحادث تم في الساعة 2 ظهر. طبعا يعني على الفور تم الإبلاغ الأجهزة الأمنية والنجدة. طبعا يعني انتقلوا على الفور رجال طبعا يعني الحماية المدنية ورجال الإسعاف ورجال الأمن. طبعا زي ما حضراتكم شايفين أمامكم على قدم وساق من صباح باكر بيتابعوا وبيساعدوا وطبعا يعني بينتشلوا، ويعني زي ما حضراتكم شايفين أمامكم غير معلومة العدد الموجود تحت الأنقاض، غير معلومة لحد الآن من متوفي ومن عايش، كله مترقب، كله عايز يعرف إيه اللي حصل، كله عايز يعني يكونوا كويسين، كله عايز يطمن على أهله اللي جوه. يعني على حد علمنا وعلى حسب كلام شيخ العيان إن يعني موجود تحت الأنقاض الآن أطفال تحت الأنقاض موجودة، لكن احنا منتظرين مترقبين مع حضراتكم في اللايف وعن طريق صفحتين مصر نيوز انتشال الجسامين من تحت عقار المنهار بمنطقة مصر الجديدة. سالمين دون اي ضرر ودون اي جاي لنا اتفضل ابو اتفضل ابو يعني مشاهدينا متابعينا جريدة مصر نيوز في كل مكان أمام حضراتكم الآن انتشال الجسامين من تحت أنقاض من تحت يعني العقار المنهار بمنطقة مصر الجديدة بالتحديد من منطقة أرض الجولف تبع لمنطقة نزهة.